السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع Create is Fun. النهاردة بنتكلم عن تحميل الفيديوهات من اليوتيوب، تمام؟ وعشان نقدر نحمل الفيديوهات أو الصوتيات من على اليوتيوب لازم ننزل برنامج متخصص في كده. طبعا البرامج اللي من النوعية ديت ما بتبقاش موجودة على الجوجل بلاي أو المتجر الرسمي، لازم نروح نجيبها من خارج المتجر الرسمي. فبنفتح هنا هو محرك البحث، تمام، وبندور على برنامج اسمه سناب تيوب، تمام. نكتب سناب تيوب، وهنا نكتب حاجة بقى مهمة جدا بتسهل البحث، نكتب APK. APK ده امتداد الاندرويد، عشان يجي لنا برنامج اندرويد ما يدورش كتير. اول خيار عندنا ظهر هو سناب تيوب فري فيديو داونلودر، هنخش عليه، تمام، يظهر لنا على طول الشاشة، ندوس على داونلود، بيبدأ عملية الداونلود، وبيظهر لنا تحت في الشريط اللينك بعد ما يتم التحميل بشكل كامل، هتظهر تحت في الشاشة داونلود is complete. اهو احنا بننتظر دلوقتي الحين الظهور، ايوه تحت اهي ظهرت الداونلود، تمام، ندوس عليها تاني، تمام، داونلودنج خلاص اوبن، خلاص نزل البرنامج، يبدأ الانستول. طبعا عشان البرنامج من خارج المتجر الرسمي، الناس اللي مش فاتحه السكيورتي هتجيله رساله ان هو يفتح السكيورتي بتاع الجهاز، فتقول له اوكي وترجع باك وتكمل الانستليشن، تمام. هننتظر الحين الاستكمال، خلاص اوبن بقى، نفتح البرنامج، تمام. والبرنامج زيه زي اي برنامج تاني هيطلب بيرميشن ان هو يخش للميموري بتاعه الجهاز عشان يحمل عليها الفيديوهات. اجري طبعا، وافق، وادي اللا وهيت، هيفتح لنا صفحة بالظبط، هي عبارة عن صفحة يوتيوب تقدر تبحث فيها وتشوف الفيديو اللي انت عايزه. والجميل جدا ان انت تقدر تنزل الفيديوهات بصيغات مختلفة، بما في ذلك ان انت تنزل الصوت كمان من على الفيديو. اهو ننتظر الحين التحميل عشان لأول مرة بياخد وقت شوية. اهو ادي فتح، تلاحظ ان هو يوتيوب كامل قدامي، هذا دخل الاكونت كمان بتاعي، اختار مثلا فيديو على سبيل المثال، تمام، ادي الفيديو، خلاص هنلاقي كلمة داونلود بندوس عليها، وادي خيارات الداونلود، خيارات متعددة كتيرة جدا. النهاردة نجرب بقى حاجة جديدة، مش هننزل الفيديو، هنجرب ننزل الـ MP3 الصوت بس بتاع الفيديو، تمام. هندوس على الام بي 3 ونشوف هيقول لنا ايه. في هنا بيقول في بلجن داونلود، بلجن يعني حاجه مخصوصه او اضافه مخصوصه لفصل الفيديو عن الصوت بتاعه عشان ينزل الصوت فقط، فبينزل البلجن. هننتظر لحين الانتهاء من التحميل، اهو مجرد ما احملها بيبدأ على طول في تنزيل الصوت بتاع الفيديو، اهو جاري التحميل في الماي فايلز، تلاحظوا ان هو دخل على طول على الجهاز نفسه، بيحملها من على الجهاز، هنشغلها من على الجهاز. اهو قرب خلاص يحمل، لان طبعا واضح انه فيديو كبير، فبينزل الملف الصوتي كامل بتاع الفيديو. اهو تم التحميل بشكل كامل، نجرب نفتح، اهو زي ما انت هتلاحظ هتلاقي ملف الصوت نازل، ودي بس صورة للملف الصوتي، انما احنا عندنا دلوقتي ملف صوتي كامل للفيديو بتاع اليوتيوب، نقدر نشغله ونشغله من على الساعة الداخلية للجهاز. أرجو إن أنتم تكونوا استفدتوا، ويا ريت ما تبخلوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للفيديو، ونشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.